السلام عليكم المتابعين عندي انا صباح الخير كيف صحتكم لاباس عليكم كي دايرين مع الصحيحه كي دايرين مزيان كما كتشوفوا هذا العين ها هي شوفوا عين هذا ما الحمد لله هذا العين خلي خارجه من العين الشهر المصابير ديالها مزيان كما كتشوفوا وانا طبيعتي جميلة جدا جدا شوفوا كما تشاهدوا هنا طبيعة جميلة جدا خليكم معنا جميلة جدا الطبيعة كما تشاهدوا الطبيعة جميلة طبيعة زينة ايوا انتما كتشوفوا الطبيعه عندنا مدينه الشاش هي اول الحجاج هانتوما شوفوا الطبيعه زوينه هادي كتصحي الركادي البرد بنات فيها وغسليها وغطيها على ركادي اللي ركادي كيحرقوه بزاف ركادي هادي زوينه هادي كما كتشوفوا هادي راه حريقة وكتصح للركابين البرد كيما كتشوفو على طبيعة جميلة جدا بعدا نتوما كنا نشوفو هادي كتعاودو هانتوما كنا كتشوفو هادي هي كتبغي عندي كتبغينا الحرشة كيدلعوها وكتبغيها وكيديروها مع الحرشة كتجي جميلة جدا مزيانة هانتوما كما كتشوفو هاد الطبيعة جميلة جدا جدا هانتوما غير الماء ديال الله سبحانه وتعالى ما طبيعي درت حجر وهانتوما كما كتشاهدو طبيعة جميلة جدا واحد الطبيعة اللي هي جميلة صافي نحبسي